سالم مرضيتي الساعة 8 بالليل. جيت الصبح قالوا في طفل اتسرق. اتسرق امتى؟ قالوا في حدود الساعة 8 8 ونص كده 9. تواجدت هنا وقفت هنا اهو مكاني عادي واخد بالك، وطبعا لقيت اهل الطفل طبعا الله في عونهم واخد بالك، ولقيت بقى المباحث بعد كده جت والكلام من ده، ولغايه دلوقتي كانوا هو بيدوروا عليه. وطبعا التمريض اللي هنا مستحيل كان اي حد يخش في المكان ده، واخد بالك مستحيل كان حد يخش. احنا لغايه دلوقتي مش يعني مش عارفين اللي دخل ده دخل ازاي. جيت هنا المدام دخلت ولدت، خرجولي بالمولود، خرجولي بالمولود اللي هو ابني اللي باعوه، واخد لي بالك؟ فقالوا لي ده عايز يخش الحضانة، عايز اشوف المولود. قالوا لا ده هو كده دخل الحضانة وتعلق له اكسجين ومحاليل مش ينفع تشوفه. جيت في نفس اليوم برضه الساعة 9 بالليل او الساعة 8، خدت بال حضرتك؟ عايز اشوف المولود نجل عاشور. هو كاتبين الاسوره اللي هو لابسها كاتبين نجل عاشور. دخلوا جوه وخرجوا قالوا لا ممنوع. مباحث اسم الجيزه بعد اختاروني ان ابني اتسرق من الحضانه. اتهم جميع العاملين بالمستشفى. اي مسؤول يقدر يرجع لي ابنه ويقدر يجيب لي حقي يبقى جزاه الله خير ان هو هيرجع لي ابني ويجيب لي حق من الناس دي اللي هم باعوا ابني. ابني ما اتسرقش ولا اتخطف، ابني اتباع يدا بيد، سلم يدا بيد، واتباع واتقبض حقه. وانا كده انا عاوزه ابني، عاوزاه يموت جنبي، عاوزاه عيان عيان بس يموت جنبي وابقى عارفه هو فين، انما يبقى عايش وابقى مش عارفه ان هو فين. محدش حاسس بالنار اللي انا فيها. انا قاعده كده عاوزه اقوم اجي في الدنيا مش عارف، عاوزه اقوم ادور على ابني مش عارف. لو بيحس يحس بيا وبيحس النار بالنار اللي في قلبي.